مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامجنا رمضان بعيونهم. خليكم معنا وتابعونا، هنعرف مع بعض طقوس وعادات شهر رمضان الكريم في تايلاند. تايلاند مملكة تايلاند دولة تقع في جنوب شرق قارة آسيا في شبه الجزيرة الهندية. كانت تسمى بسيام قبل أن تعرف بتايلاند، عاصمتها بانكوك. تضم تايلاند الكثير من المناطق ذات التضاريس المتنوعة، حيث تغلب عليها المرتفعات الجبلية، ويبلغ عدد سكان تايلاند ما يزيد على 66 مليون نسمة، ويمثل المسلمون في تايلاند ما يقرب من نسبة 5% من سكانها. وترجع أصول المسلمين في تايلاند إلى المسلمين الأوائل من التجار العرب والهنود، وتنتشر الطرق الصوفية التي تلعب دورا روحيا واجتماعيا كبيرا بين سكان تايلاند. ضيفة حلقتنا النهاردة حكيمة إسماعيل من تايلاند. مساء الخير وأهلا بيكي وأهلا بأهل كل تايلاند. مساء النور، أهلا. رمضان كريم عليك يا رب وعلى كل أحبابك. عليك إن شاء الله وعلى كل الأمة الإسلامية جميعا يا رب إن شاء الله. أنا حابب في البداية أعرف منك طبيعة رمضان في تايلاند، إزاي المسلمين هناك بيقدروا يقضوا شهر رمضان ويمارسوا الطقوس الدينية والعادات والتقاليد؟ رمضان في تايلاند لا تختلف كثيرا عن باقي الدول الإسلامية، يعني يبدأون حياتهم في صباح أول يوم رمضان، يعني يواجهون مشاقة قليلا، لأن أغلبية سكانها غير مسلمة. هو تقريبا المسلمين هناك يعتبروا أقلية، أعدادهم مش كبير قوي. أقلية بالمقارنة بالأعداد الموجودة. نعم. أصلا في تايلاند. نعم. أكثرها بوذية يعني. فنسبة المسلمين هناك تشكل حوالي ممكن 18% أو إلى 25% فقط. عايز أقولك إن تايلاند يعني جنة ربنا على الأرض، يعني من أجمل الأماكن في العالم كله، وسحر. نعم. وجمال هي في تايلاند. نعم. فأكيد يعني ده بيساعد شوية على روحانيات رمضان وتبقى مختلفة، متهيألي ولا اعتقادي خاطئ؟ قبل رمضان بيستعدون لاستقبال رمضان ويعملوا حفلات ومحاضرات وخطب، يعني بتعين وبتنصح الشباب والنساء وتبين فضل رمضان وكيف لها يعني من خصائص وفضائل علينا. وهكذا يعني يوجد كثير منا، وكمان يوجد أنشطة. وبالنسبة للأطفال يعني هم يعني ممكن يكونوا أسعد من الكبار، يعني هم أكثر ناس بيحسوا بفرحة رمضان. بيحسوا أكثر. نعم. طب قولي لي، في تايلاند بتتم استطلاع الهلال ولا بتتبعه السعودية؟ اولا يتم استطلاع الهلال، وبعدها اذا لو لم يظهر ف يعني السعودية. لو ما ظهرش في تايلاند بتتبعه. نعم، في السعودية. نعم. في الصيام. طب قولي لي، يعني تايلاند بلد بالاساس بلد سياحي. نعم. بيجيها سياح من كل العالم وجنسيات مختلفة. نعم. هل ده بيأثر شوية على طقوس وعادات رمضان بالنسبة لكم؟ بتبقى اصعب شوية بان هو محدش من المسلمين يعني بيعرف ياخد اجازات مثلا عشان رمضان، او بيتعامل ساعات دوام هي كأن ما فيش رمضان؟ يعني صعب شويه على المسلمين انهم يعملون في شهر وفي نهار رمضان. فيعني لا يوجد يعني مثلا زي اجازات او انه يستأذن يطلع الدوام مبكر. فعادي يعني ده مش موجود يعني. فده يشكل يعني صعوبة قليلة يعني بالنسبة للمسلمين هناك. بالتالي في صعوبة أكبر ليها علاقة بغض البصر، لأن السياح. نعم. دايما هناك بيأخذين راحتهم في كل حتة. نعم. فده أكيد هيأثر بشكل كبير على المسلمين هناك. نعم نعم. غالبا يعني حتى الطبيعي من الطبيعي أنه في باقي الدول يعني يكون المحلات الأطعمة تكون مغلقة. أما في بلد تايلاند فتختلف كثيرا يعني عن باقي الدول. أنت ماشية صايمة وشامة ريحة مشويات ومأكولات وأطعمة وأنت. نعم. وتنافسين على هذا كمان. قبل رمضان بيحضروا يعني قائمة، ممكن يعني قائمة أسماء الأطعمة اللي هيبيعوه اللي هي يعني في شهر رمضان. فغالبا يعني
من بعد الظهيرة خلاص المحلات وتجهز وتفتح وكل حاجة يعني موجودة، يعني ليس كما بقي الدول الإسلامية. طب أنا كنت قريت عن عادة موجودة في تايلاند بالنسبة للمسلمين هناك، إن هم حفظة القرآن في أول ليلة من ليالي رمضان بيحملوهم على الأكتاف وبيلفوا في الشوارع كنوع من التشجيع على استمرار حفظ القرآن الكريم. هل العادة دي لسه موجودة ولا اتغيرت؟ كانت موجودة بس الآن تغيرت، يعني ليس في كل القرى ولكن في بعض القرى موجودة لسه يعني الحمد لله، وفي بعض القرى خلاص يعني مش موجودة. احكي لي طيب على الأسرة التايلاندية المسلمة هناك، بتعمل ايه في رمضان؟ بتستعد ازاي ليه، سواء على مستوى الأطعمة بقى الخاصة بالمسلمين هناك وبالفطار في رمضان؟ يعني هناك في البيت يعني يطبخون طبخة أكلة واحدة ولكن بكمية كبيرة، ثم يعني يوزعون مش على بينوعوا في الأكلات، هي أكلة واحدة بس بكمية أكبر. بكمية أكبر، بعدين يوزعوها على الجيران والأقارب الذين يسكنون في نفس القرى، ثم بعد ذلك يعني ترجع الطبق بصنف آخر يعني. العادة دي عندنا في مصر موجودة، اسمها طبق الدوار، طبق يعني الدوار. طبق يروح لجيراننا مثلا فيها كنافة أو قطايف، يرجع فيها فاكهة أو نوع من مثل أنواع هذا، الأطعمة. يعني كده. وفي بعد وقبل المغرب شوية تمتلئ المائدة يعني بأنواع وأصناف الأطعمة. إيه أكتر أطعمة أو مشروبات بتميز المسلمين في تايلاند؟ يعني احنا هنا عندنا مثلا تمر الهندي، العرقسوس، الخروب، ده على مستوى المشروبات. الأطعمة طبعا بقى مكرونة بشاميل ومحاشي ورقاق وبط ووز وحاجات كده. لا غير يعني الأكلات هناك يعني، وأهم شيء عندهم الأرز. الرز. الرز الرز أهم شيء عندهم، وبعدين مثل التوم يام. مثل ايه؟ توم يام. توم يام؟ ده توم يام ده عصاير ولا لا مأكولات عبارة عن ايه بقى؟ زي شوربة كده بتسموها توم يام. من ايه بقى معمولة؟ لحوم ولا؟ بيعملوها من يعني اسماك، غالب اسماك وجمبري وهكذا يعني. يعني زي شوربة سي فود او شوربة شوربة سي فود. مأكولات بحرية تقريبا، عشان البحار كتير هناك متشعبة، فالاسماك والحاجات دي منتجات نعم. او اطعمة عندكم شهيرة يعني. نعم. ايه تاني بقى من المشروبات ممكن تكون مشهورة عندكم؟ مشروبات جوز الهند اعتقد ده عندكم طبعا اكيد اساسي. جوز الهند اساسي ده، و وش يقولوا لو هنا ممكن حليب، شاي بالحليب. نفس الشاي بالحليب المصري؟ لا مختلف. مختلف اسمه اخر يعني مختلف، بيعملوها مختلف. وشاي اخضر طبعا مختلف عن هنا كمان، كل حاجة مش مختلفة كده. مختلف غير يعني المشروبات هناك يعني تنوعوا فيه وجملوا فيه بطريقة يعني بتشهي يعني. الأجواء متهيألي هناك يعني الجو معتدل، ما هواش لا حر قوي ولا برد قوي. الجو معتدل يعني مش حار قوي، ولكن في اول رمضان يعني حار شوي يعني. وفي اواخرها خلاص يعني عاد. عدد ساعات الصيام عندكم طويل من الفجر لحد المغرب، ولا مدته قد ايه تقريبا؟ يعني في دول احيانا بيوصل فيها عدد ساعات الصيام ل 20 ساعة، يعني من في الصبح 19 ساعة كده. انتوا 19 ساعة؟ برضو رقم كبير. يعني لحد الساعة 7 كده. تمام. طيب خلينا بقى باعتبار ان انت موجودة هنا في مصر منورانا طبعا وفي شهر رمضان الكريم، قولي لي ايه ازاي قضيتي شهر رمضان هنا في مصر لأول مرة؟ ايه اللي لفت نظرك أول ما جيتي؟ لفت نظري انه ما شاء الله في التراويح يعني، ما شاء الله يعني في اي مسجد بروح فيها تكون المصلين يعني تكون المساجد ممتلئه بالمصلين والعابدين، وكمان معموره بذكر الله وفي تلاوه القران طبعا، وفي ناس بيعتكفوا يعني سواء الرجال او النساء يعني ما شاء الله. تختلف شويه عن في تايلاند، في تايلاند غالبا يعني ما تكون الرجال اللي بيعتكفوا. يعني انت اكتر حاجه لفتت نظرك هي المظاهر الدينيه. نعم. الخاصه بالشهر الكريم. نعم. لكن فانوس رمضان، مدفع رمضان، زينه رمضان. ما شاء الله يعني جميله جدا، احس ان كانه العيد جانا قبل قبل العيد. تمام. حكيمه بشكرك جدا، نورتينا وسعيد بالمعلومات اللي انا عرفتها عن تايلاند وعن مسلمين تايلاند. شكرا جزيلا ورمضان كريم. اهلا.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، حلقتنا النهارده خلصت، عرفنا مع بعض بعض التفاصيل عن طقوس وعادات مسلمين تايلاند. خليكم معانا وتابعونا في حلقات جديده من برنامجنا رمضان بعيونهم. Thank you.